الرحمن الرحيم. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم. السيدة مريم رجوي، في العام الماضي قلت لك سيدة الشرق، في هذا اليوم أقول لك سيدة الكلمة الشجاعة الحرة التي تستطيع أن تحول القول إلى فعل، فهنيئا لك في هذا اليوم. هنيئا لك وهنيئا لكل الذين ناضلوا في ليبرتي وأشرف، إلى كل المقهورين في هذا العالم الذين أضاءوا بدمائهم وحرياتهم فضاءات كل الذين أغلقت عقولهم ولم تتفتح أمام الحرية والعدالة. أقول لك في هذا اليوم باسم كل الوفود العربية، باسم كل الفلسطينيين، باسم كل الذين تشردوا وذاقوا برد التشرد والشتات، نقول لك في هذا اليوم أننا جئنا لكي نبارك سحب كل الذين كانوا يقولون عنكم أنكم إرهابيون فأصبحتم اليوم أصحاب حق، وجئنا أيضا لكي نقول أننا تساوينا معكم في كثير من المفاصل والمقاطع، فنحن أيضا الفلسطينيون قد حصلنا على عضو مراقب في الأمم المتحدة بموافقة 132 دولة. هذا يعني أن مشروع الشراكة الإنسانية ومشروع العدالة ينتصر الآن ويتدحرج لكي يصل كل المظلومين والمضطهدين في هذا العالم. لذلك نحن مدعوون جميعا في هذه الأيام، وتحديدا في الوطن العربي العظيم من شرقه إلى غربه، أن نتقد جميعا أمام عدة مفاصل وعدة قضايا. العدالة يجب أن تعم على كل المضطهدين والمظلومين والفاقدين لحريتهم وأرضهم وحقوقهم، ونحن الفلسطينيون نطالب كل العالم الحر أن يقف إلى جانبنا، فنحن اخترنا طريق السلام، واختار رئيسنا وقائدنا السيد الرئيس أبو مازن هذا الرجل الذي بدد كل الظروف الصعبة وحمل لواء التغيير والانتصار، فرفع كل رايات الانتصار للحرية والعدالة والسلام. كل الذين يريدون أن يكونوا لفلسطين وللشرق العربي سياسة جديدة، فنقول أن دعاة الإسلام الاستعماري والأيديولوجيات المغلقة الحدية لن تنتصر، لا في فلسطين ولا في كل دول العالم الإسلامي والعربي. وعلى دعاة الإسلام السياسي أن يتذكروا جيدا، ومن خلفهم أيضا، أننا لا نريد شرق أوسط جديد بسلام منقوص، نريد شرق أوسط قائم على العدالة والديمقراطية، قائم على المساواة والمحبة لكل من يريد أن يعيش بسلام. أريد أن أنهي كما بدأت بالسلام عليكم من فلسطين أرض الرباط والمحشر والمنشر، كل الأحرار الأسرى والشهداء والجرحى، لكي أقول أننا نبلغ تحياتنا كفلسطينيين في الداخل والخارج إلى كل الأحرار في الوطن العربي، ونطالب هذا العالم أن يقف بعدالة إلى جانب قضيتنا العادلة. السلام عليكم يا أيها المنتصرون بالله، الله إلى الله.